السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نزيدوا نهضروا على أهم الفضائح والكولسة التي تنخر جسد كرة القدم الجزائرية. يعني شنا وين زتشي رد هذاك حسين ياحي هذاك تاع الشاوية، وين كان رادي رد امالو كرادي ردها جابها هذاك جاب هذاك امالو جابها حداد من ازفون جابها كرادي. كانوا ديزاربيت رادي عاود جابهم، كانوا رؤساء انديه رادي عاود جابهم، كانوا صحفيين رادي عاود جابهم، كيما ذاك عادل هذاك اللي في كوب دافريك فوتا كونتر رياض محرز بالون دور تاع لافريك تاليا عاد الحاجي هذاك كرادي هذاك طردوه دو ميساج طرده الحاج عاود هو جابه عاود رده ولا متكلف بالاتحاديه وكلش عاود رد كاع اللي رادي كاع جابهم في المنتخب الوطني. وكانوا لي روبري حكيم راخر كمال جمال مناد هذاك كان مطرد راخر روبري ماجر ما نهضروش عليه لا علاقه. وين عاودوا له وين انطلقت علنيا وين مواقع التواصل الاجتماعي امس يوم الاربعاء بفضيحه جديده من فضائح الكولسه التي تنخار جسد الكره الجزائريه والتي كان بطلها رئيس وفاق سطيف، وين مكالمه مع احد المناجر بالعاصمه وهو معروف مشيشه من اجل ترتيب بعض المباريات بالرغم من نفي كل المتهم من طرف رئيس وفاق سطيف في اتصال وين دار في قناة النهار وين تصل، إلا أن وزارة الشبيبة والرياضة وين تعهدت بفتح تحقيق من أجل محاربة الفساد. ولم تكن مكالمة الهاتف هاتفية لرئيس وفاق سطيف الوحيدة من ظاهرة الكواليس في كرة القدم الجزائرية خلال ثلاث سنوات، وإن تعتبر نتيجة تسيير فساد للرؤساء الأندية الذين يبحثون عن تشويه الكرة القدم الجزائرية وملء جيوبهم بالمال الفاسد على حساب الفريق الذي يذهب ضحية تلاعبات، دون أن ننسى المناصر البسيط الذي يكون أكبر ضحية من كل هذه التلاعبات. وشنا فضائح متعلقة بالكواليس كان بطلها رئيس الفريق اتحاد الشاوية عبد المجيد ياحي الذي اعترف بترتيب مباريات مع فريق اتحاد الشاوية امام الجزائريين، وين قلنا غادي هو وين دارها في 2011 وين رادي عاود جابها زاتشي وعاود هدر فيني قال لهم البيناتي كانت تتباع 200 مليون. كما شفنا كيفاش وين الفانيك ما ننساوش القضيه الذي كان القضيه تاع وين مصالح الامن قد القبض على رئيس السابق لفريق دفاع تاجنات الطاهر قرعيش بباتنا بتهمة الرشوة ومحاولة ترتيب المباراة فريقه أمام شباب باتنا سنة 2017. كما شهد موسم الماضي فضيحة من العيار الثقيل بعد تسريب مكالمة هاتفية بين المناجر فريق شباب قسنطينة طارق عرامة ورئيس شبيبة القبائل شريف ملال، وهي المكالمة التي جمعت الرجلين قبل مواجهة شباب قسنطينة الحاسمة ضد ضيف اتحاد العاصمة في الجولة الأخيرة من البطولة. وين نقولوا بلي هذه وشنا كيفاش ساعوا هذاك تاع بالسكرة في الجمعية العامة نورمال ناض قال لهم قاعد تشرو قاعد تبيعوا حق ما قلنا صايق غادي زتشي غادي منا غادي الوصير غادي يخدموا ما كان والو فوتوها نورمال قالوا دمر قالوا قارنا نخونوا شاد حاسم قارنا نخونوا شاد حاسم. زاد البي بي سي قال لك راه كاين الترافيك عندكم خرج الهادي ودي عليه في ديك الضربه كان الهادي ودي عليه وكان زاتشي خرجوا قال لك حنا هاد الصوالح ما عندناش حنا ما يكذبوا علينا كل خطره يقول لك ما يكذبوا علي كل خطره يكذبوا. انا الحاجه اللي نطلبها برك الحاجه اللي نطلبها يا خويا درت والله العظيم ما نشفق عليك والله لك قطعت لك ركابيك ما كاش اللعب لازم ما كاش تسامح هذه شوف لا باين نجح هو ما
ما كاش تسامح في اي مجالات، ما كاش تسامح، تغلط الكرعين يطير، ما كاش تسامح. حنا الفساد هذا كيفاش يقوى، هذا الرشوه كيفاش تقوى، هذا الصوالح كيفاش يقوى، من هذا الصوالح تسامح فوتها. شكون اللي هدر؟ عبد المجيد يحيى هذاك، جيبه معليش، جابه في طوع يزقي، جابه الضربه تاع كان اجتماع في قسنطينه، جابه لقسنطينه باش يزقي، يعطيه قدم واحد راشي مرتشي، تجيبه انت تقدمه، زتي هو جابه في ضربه تاع قسنطينه 2018، جابه حطه تمصى هو يهضر ويزقي توه، جايبه بيطو يلقى لي بريزيدون يزقي، لي بريزيدون تاع الشرق وتاع الرؤساء الرابطه، في طوع يزقي هو يزقي، جابه باش يزقي. حتشو كيفاش؟ وزيد 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 وزيد، وين يا ولدي وين؟ وين راكم رايحين؟ شنو مهازل هذا؟ على بالك كان كاين بيع وشرا، بصح هذه 7 سنين، هذه 3 سنين، هذه 3 سنين، تقول رانا في غابة، تقول رانا في غابة، تقول رانا في غابة، طاق على من طاق، السبع ياكل الغزالة والغزالة تاكل الحشيش. يا طاق على من طاق، والو مكازعة قاع، مكاش واحد يقول لهم يا ودي لو الشيطان راكم زعما أمين ربي ركحهم، خاص ربي من غير قديك ركاب بيك راسك ركحهم الفساد على الزبل، لا ولا عيب كبير على بالك، عيب كبير. أنا خلعت أنا البارح وكالة أنبائية في الألمان تهدر على الجزائر، فاش تهدر على الفساد، كانوا الناس من يهضروا يهضر لك على ليكيب ناسيونال، يهضر لك على وفاق سطيف عالمي، يقول لك وفاق سطيف عالمي، يقول لك شبيبة تيزي وزو، يقول لك المنتخب الوطني، روحنا جبنا صورة حسنة من الكوب دافريك، من الكوب ديموند، الأنصار كيفاش صورة حسنة، روحنا الكوب دافريك، روحنا جبنا كوب دافريك، ما حافظتوش على الصورة تاع الكوب دافريك، ما حافظتوش عليها، ها راه تاع تونس قال لهم نعلم التسيير في الجزائر كي داير، لأن عارفوا التسيير في الجزائر كي داير، باش واحد في تونس في دولة يقول لك على بالي شكاية في الجزائر، يقول لك على بالي شكاية في الجزائر، أروح أنت فهمو، يقول لك على بالي التسيير كيفاش داير، أنت تكذب ستيلو، طك طك تني معاهم راني معاكم توانسة، مبطل تشكي بيهم، إي خدمة ذراري وما يديروهاش هذي ذراري وما يديروهاش هذي، ذراري صغار والله ما يديروها. يلعبوا شناهم يلعبوا قريسات ولا يلعبوا الاخرى يلعبوا تاع البو هذيك، كي يربحوا يديها ويروح، خاطش علاه راه يلعب تاع البو هذيك تاع لي كارو ولا، كي يربح يدي ويروح ما يدورش عليه، صايك ربحوا يديها وراح. الزراري ما داروهاش هاد الصوالح، ديرها زاتشي سنيه وراح شكا، هي كاع ما كاش هذي، زعما تبين بلي زعما راه كبير تاع هاك، هاك تاعي هاك، هاك تاعي هاك كبيرة قاع حاك، ما تصورش قاع، قد كرة الأرضية، دويرة قد كرة الأرضية، مليناكم، ما تهضروش يا بغيتو ربي روحو، ما تقولوش بلي تنديد، ولا تقولو بلي بينا عملو صوالح ولا بيديرو صوالح، روحو قيلونا، راكم تهضرو واحد الصوالح كرهناكم على بالك، مليتكم على بالك. وتصيب شيا تيكوم وانتو جاي مع زاتي، راه زاتي يقول غسلو ديرلو سربيتا قرا له من يجي خارج من الشومبرا نشفه، ديرلو سربيتا نشفوه، من يجي خارج ديو نشفوه، ما تصفقش على الباطل صح، كونك راجل، كونك راجل، قالو نحرص بيه، نحرص بيه والله لا نحرص بيه، قاعدين شيات كي دايرين. بيكم زاد هذا الفساد، بيكم انتوما ديك زاتشي تاع لافاب، زاتشي تاع لافاب اللي زاتشي يدي 1000 هكتار يدي 1000 هكتار الرشا وما زبوش، الرشا وما زبوش، الرشايقه هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا، وخيرات ربي
هاهم وين يجيو الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي يجيو الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه.